وزي كفن تبع الموجة. الفنان نور شيبة بحثين نظيفنا اليوم في كورنيش موزايك كفام. مرحبا نور. مرحبا، اهلا وسهلا بيكم. حلوة طويلة. مرحبا. مرحبا عسلامة. صباح نحوالك. الحمد لله. احنا اصدقاء في الدنيا، ما مرة نتقابل معنا في سجوة. وانا سعيد بهذا اللقاء جدا جدا جدا. خليني نسلم على الناس اللي يسمعوا فينا الكل، قول لهم عسلامة ومرحبا بيكم، وإن شاء الله نعدي وقاية تحلوم بعضنا على موزايكا فهم. لا أنت يعفوك، روحك خفيفة ودونك نجم تعدي الوقت عشر. صلي عم بعليك إن شاء الله. صح لباس؟ الحمد لله لباس. لباس؟ تجاوزت المرض؟ مرض شنو؟ مرض الكورونا؟ لا، تجاوزت السحر مثلا؟ اي تجاوزت سحر، تجاوزت السحر يتسمى مرض زادة. مرض ما مفتعل، تسمى سحر، تسمى شو تسميه انت؟ كارثه مش باهي، خاطر تسمى حاجه نعملوها للناس باش نضروهم ولا باش نعطلوهم في حياتهم وكل شيء، ونبذوا كل قصارى جهدنا باش نكدوا عليهم حياتهم. الحمد لله معناتها قاعد تحصل في روحك. جاتني فتره صعيبه وعندها مده برشا، انت حكيت رجعت بالتوالي برشا معناتها. مالها مره نتقابلوا هيك نجبدك شويه على القديم ديريكت تجبد لي على السحر. تحسن في روحك يا سحار؟ تحسن في روحك؟ نحسن في روحي. ايه نحسن في روحي بالقران الكريم والحمد لله. الوالده لاباس؟ امي في خير ونعمه. قول الحق تمرش فيك على العرس ولا راضيه؟ راضيه عليا برشا. اهم حاجه أهم العرس هو رضاها، لأنه تنجم برشا ناس معرسين وفيهم وأماتهم مش راضين عليهم. أنا أمي راضي عليا. أمك راضي عليك أما تمرجك شوية على العرس؟ والله أنا مرج روحي ديجا. مرج روحك؟ مرج روحي. مرج روحي باش نعطيك فرضية. باش نعطيك فرضية. لو أنت عندك بنية تحبها كما كنت غني على بنية، عندك بنية تحبها وتموت عليها وأمك مش عاجبتها، شو تعمل؟ ما نخذيش. ما تخذيش ديريكتومون؟ بالطبيعة ما نخذيش. ما تقلق، ماهيش قابلتها. ما نخذيش. أمي قبل. تو سامبلومون. أمها، أنا عيطت لها أمها مش أمي، أمها قبل. أمها قبل. إي. تو أنت تبارك الله عليك ناجح. أمها قبل والدي، قبل خدمتي وقبل حياتي وقبل روحي. أنا كي نجي نعمل حاجة ووالدي مش راضيين عليها ما نعملهاش، معناتها يا ربي يفضلها لك. حتى عايشك. انت تبارك الله عليك توا فنان ناجح. بابا يسمع فينا يتغش عم علي، عملت عليه الغنية الشهيرة. عم علي امك سمع ابيك معنا ديما الام هي يذكرت مرتين الوالد. ربي يفضل لك الوالد. تحية كبيرة للوالد سلم عليه برشا. عم علي سمحنا لنا مش قاصدين، ما جوست جبدنا على الوالدة. تبارك الله عليك، قلت لك اغانيك ناجحة تتحفظ اليوم نور. هذا نجم نقولوا نتاج نتاع الذكاء، ما يطلبه الجمهور يقدمه نور شيبة، ولا برشا زهر ولا برشا خدمة. فمش زر، انا ولا كل ما بعضهم زر فينا بالقلك عندهم زر يعمل كيف عادينا مش تقول لي وانتي وانتي بالحمامات. نفهم شوية. اما انا لنهم بالزر، لنهم بما يطلبه الجمهور. لا خطر انا نعمل حاجة مقتنع بها قبل كل شيء. نخرج غنية نبدأ مقتنع بها. اما برشا خدمة وبرشا ايمان وتحدي بالشيء اللي انا نعمل فيه، لانه انا كي نحب الحاجه اللي نعمل فيها اكيد انها باش توصل للناس صادقه صدق. وانا نحب نفرح الناس مثلا، انا نحب العباد فرحانه، نحب نزين عليهم، نحبهم يشتحوا قدامي زي شيخين زاهين. ساعات نسمعهم غنيه من التراث نهزهم الحنين اخر. هذاك هو شيختي. تخدم اليوم سولون اون استراتيجي معناها بالنسبه لك انت، يعني كل شيء مدروس قاعد تعمل فيه، ولا ثم حاجات عبثيه ولا وليت الصدفه قاعده تصير؟ لا لا، فماش حتى شيء عبثي، كل شيء مدروس. عندي اداره اعمالي وبحذايا مدير اعمالي كانوا عادل المنفذ بحذايا. نجم تسميه راه مدير اعمالي. سلط في الرياحي. على سلط في. فتقول عادل المنفذ ولا بربي؟ اي من هو؟ يعس علي راه. يعس على تصريحاتك يا خويا خطا. يشبه ديما يقول لي شكون يشبه؟ يشبه السلكافي هذاك بتاع دليلك ملك قبل. عادل المنفذ بتاع دليلك ملك. اي مشروع تحيه زيد اهو. اي فوالا. كمل. عندي شركة استراتيجية اللي قاعد تمشي بها. عندي شركة انتاج اللي هي تينيزيا برودكشن. ننتج الانتاج متاعي، نأمن بالانتاج، نأمن بالعمل، نأمن بالتجديد، نأمن بالاستمرارية. يعني كيف ننجح ما نقولش راني انا سايي نجحتها وسايي نطمن، بالعكس نحب نخدم برشا، وخدمتي خذت لي حياتي الكل ومنها العرس.
من العرس جون تنجم تعتبر انه الخدمه كانت لك عائق او انت فضلت الخدمه على حياتك الخاصه؟ انا الخدمه مثلا امي وبابا ساكنين في بمبلى المنستير، معناتها عندي 20 سنه بعيد عليهم. هي المستمعين في المنستير اي بعيد عليهم، معناتها خذتني من عائلتي الخدمه، من اخواتي، ما عندي 20 سنه عايش وحدي، معناتها بعيد عليهم برشا حاجات، معناتها خذتني الخدمه، خدمتي هي حياتي. الشيء الموسيقى، لكن انت رمت لها الخدمه، رمت اكثر للخدمه. اي خاطر انا نحب الموسيقى برشا، نحب الفن ومليانه صغير. نسيت روحك؟ ننسى روحي برشا مع ننسى روحي، اما نهز روحي، مش ننسى روحي، نهز روحي لعالم اخر، ننسى حياتي الخاصه ونمشي حياتي العمليه. انا حتى كي تراني بتخاف شنو يفوتك التران؟ باش علاش الدنيا تجري اليوم، العمر يجري. لا متمتع بحياتي انا الساعه والحمد لله، الحمد لله. بالنسبة لك العرس ما هوش حاجة أساسية؟ لا أساسية، لا لا أساسية، لا لا أساسية، مهمة برشا سيرتو الصغار. أما مزيت ما كنتش قاعد تخمم؟ لا نخمم، شكون قال لك منش خمم؟ نسأل فيك اليوم برك نحكيو فيه الموضوع. أنت شكون؟ أنا وروحي. أنت وروحك. أنا أيمن مساع روحك مهم برشا. روحي روحك روحك روحي ولا روحي اللي باش تطلع ارتفع عليك. من العمارة تقول في الأسئلة نتاعك هذوما مزالك. من العمارة تقول في غنية نجيب الماني أنا اللي خلقته الجيم. هي عملت الفازة بتاع الخطوبة مثلا قبلك باش خرجت غنية الليلة عرسي. يا أخي عندكم أزمة أفكار ولا شنو نحكي؟ مش كيف كيف، أنا عملت حكاية على الراسيزم، عملتش على العرس أنا، ناس هزوا لكن جات في قلب التصوير. أنا عملت غنية مش تغني، هي عملت الليلة عرسي، أنا عملت نحكي على غنية أخرى، يا بنية حبك سلطاني يقتلني وشوية تغيب نجيبك في منامي نعدي الليلة بي. هل ذكرت الزواج هنا يا أخي العزيز؟ ما أنا حكيت على حبيت وظفت الميز العنصري، لأني أنا الميز العنصري عشته في عائلتي. عندي مرت خالي سمرة البشرة وعشته في عائلتي، معناتها المرة ذي نحبها برشا، هي موجودة في تونس معناتها، وعشت معاها وشفت كيفاش تعاني هي وولادها من الميز العنصري. خالي أبيض، خالي أبيض ديجا حكيت أنت المرة اللي فاتت ايه؟ اللي عند ايه؟ محمد ايه؟ حكيتها، حبيت نكرم المرأة هذيك اللي عملت معايا برشا خير وعملت معايا برشا واجب، حبيت نكرمها وحبيت نحكي على الميز العنصري اللي هو مسكوت عليه. أما ما عملتش حاجة على العرس، معناتها ما عنديش أزمة أفكار. أسمع نقول لك حاجة، أنا ما نقلد حتى حد وعمري ما نعمل فكرة، بالعكس أنا ساعات يقولوا لي في كواليس احنا نتبعوا فيك واحنا نقلدوك، قول لهم بارك الله فيكم. باهي سي نور، باهي سي نور. أما أنت متهمة مثلا بشراء المشاهدات على اليوتيوب، ذكرت فسخة الغناية نتاعي يا بنية. أنا الشراء شو معناتها الشراء؟ شريت الفيوات. متهم قلت، ما قلتش أنت شريت. وش كيفاش يتشراو الفيو؟ يتشراو الفيو. منك نسمع عندك ما يثبت. يعني شو عندي ما يثبت؟ هذا معمول به في العالم الكل، ثم سبونسورينغ وثم شارين ليفيو. اللي شارين تاع ليفيو هما الروبو اللي فسخهم. من شكون قال لك المعلومة هذه؟ كيفاش؟ شنو الاتهام هذا؟ ما قلت لك أنت متهم، قلت لك أنا متهمك. مو الاتهام عندك دليل برشا ولا؟ برشا تصريحات لهنا من فنانين جاوا بحذانا وحكيوا على شريان ليفيو. أنا ما نشريش ليفيو، أنا ما نشريش ليفيو. نقول لك حاجة، أكبر دليل ما نشريش ليفيو خاطر أنا كي نطلع في مسرح نعبيه. الإنسان متفاهمين اللي فيه هذا؟ طبيعي جدا باش يكون عندك نسبة مشاهدة كبيرة. كي تطلع المسرح برا نعطيك دوسيات، يجي نهزك للبيرو هاو قريب الموزايك، نعطيك تصاور ونعطيك الفيديوهات وتفرج على حفلاتي قداش لعبت. هذايا لا شك فيه، اوتوماتيكمون باش يكون عندي برشا ناس يتفرجوا في اليوتيوب. انا نشري، انا وصلت معناتها نحطهم في جيبي نستنفع بهم خويا الفليسات. لكن باهين نومبر دو فيديو ولاو ولاو انا واقع روبير عن برشا فنانين. لا ماهمش روبير، سامحني ماهمش روبير، ماهمش روبير بالنسبه لي انا. كي تكونوا معناتها غالطين وتغلط في العباد جريمه. انا بالنسبه لي الفن عمل جريمه اذا كان يقول انا يشري الفيو هذوما، يعني غلط في روحه قبل كل شيء. ماشي في ثنيه غلطه. اذا كان فما ناس، انا اول مره نسمع بالموضوع هذا، اما اذا كان فما ناس تعمل الحكايه هذيا راهي كارثه بالنسبه لنا اللي هو كفنان، لانه قاعد يغلط في روحه مش يغلط في الناس. تصير يشريو دي فيك، معناها فيوز لا 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 موجودين الفيك فيوز يشريوهم. لا فيك لا تيك بيه. فهمتني؟ دونك جمهور المسرح بالنسبه لك انت ماهوش جمهور ديجيتال؟ لا هو جمهور ديجيتال بالطبيعه، نفس الجمهور يسمع لي غنايه باش يجي يتفرج فيا. طبعا هو نفسه معناتها ما فهمش حتى دونك الارقام روبير بالنسبه لك انت. الارقام روبير، انا غنيت اليوم قريب توصل 2 ملايين فرحان بها. وكان جيت انا عندي فيك راهي وصلت 5 ملايين. لو كان نشري انا في عاد كي نشري طبعا نرد 5 ملايين او يبيعوا فيهم هما كيفاش يبيعوا. والله صدقني نقول لك حاجه، فما دي تخوك جانبيات يعملوا. والله صدقني عندي ناس تخدم في الديجيتال، والله هبطت الغنيه عمري لا قابلتهم يقعدوا مع مدير اعمالي
في الشركة متاعنا في المقر متاعنا ويخدموا، ولا عمري معناتها حكيت معاهم نتبع كي الناس الكل. أنا وظيفتي شنو؟ أنا وظيفتي نختار غناية، نعطي فكرة متاع الكليب، ندخل نسجل، نصرف فلوس على الانتاج متاعي اللي هي الشركة معناتها متاعي معناتها تصرف، ونقعد نتفرج أيها الناس، نعمل حوارات لقاءات تلفزية، والسلام عليكم. عندك زوز كليباتك هاو فيشان يوتيوب متاعك؟ اي ما عندي 7 ألبومات 8 ألبومات. لا ما تفهمين في نحكي على الكليبات اليوم، عندك زوز كليبات اليوم نورتي ما شاء الله عليك. معناها مش انا جاي نقول لك راهو انا خاطر كنت ماشي في ثنية اخرى اللي هي انا ماشي في ثنية، ما كنتش ماشي بالديجيتال برشا، كنت ماشي بالحفلات وبالحاجات الواقعية بالناس اللي تقص لك تذكرة وتجي تفرج فيك. تو الدنيا تبدلت، الديجيتال عنده دور كبير برشا في حياة الفنان ومهم أنك تخدم عليه. وقت اللي شفتوا أنت ولد مسرح؟ أي أنا ولد في مسرح في عصر الصورة اليوم. أي أي ولد مسرح وكل شيء. المسرح المسرح مش سينمارة، فما فرق، فهمتني؟ ما قلت شو حد شيء، قلت مسرح. أي أي أما لكني هاني قاعد نخدم، وأكبر دليل اللي أنا ولد المسرح ما نجمش نرضى بأي فكرة، قديش من فكرة جات وقديش من مخرج قعدت معاه وباش نصوروا كليب واعطينا حتى ديزافونس معناتها باش نخدمه، ومن بعد ما نقتنعش بالفكره. الا غالب خويا راسي صحيح، انا ما نقتنع بحاجه بفكره باش نصورها الا ما نحسها انها باش تنجح ولا باش تنجح. دونك انت عندك الكليب على الوالده؟ اي هذاك كليب عملته لامي، هذاك انت ديجا عملته اول كليب في حياتي، حبيت امي معناتها نكرمها واول كليب عملته، وثاني كليب عملته على الرسيزم يا بنية. ولا وتوا عندنا برشا كليبات هكا بالنسبه للكليب هذايا نتاع كان ما جاتش الكورونا رانا هبطنا كليب تو. والله عائق بالنسبه لك انت، برشا ناس هبطت كليبات في كورونا. عائق بيان سور، عائق خاطر الناس نفسيتها مش قابله حتى شيء، و يدخل في الاستراتيجيه هذايا طبيعي جدا. انت تبدا انت لكن الناس كونفيني دونك نجمو يتفرجوا. لا 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 الناس كونفيني يعلم بيهم ربي، غاطسين في اليو في الفركاسي مش يعلم بيهم ربي، يروح مطالع كيفاش يخرجوا جديد. انا مش وقتها معناتها، ممكن نغني لهم اغنيه اخرى معناتها، ولا نغني لهم اغنياتي القدم باش نفرهد عليهم. ومش مركزين برشا، خايفين على صغار ومش باش يقرا ومش باش يمشيو وتعقيم والحاجات زي ما كله سايق. مواطن راني نحس خيالي، نحس طبعًا. اللي نحس فيه انا تحس فيه انت ويحسوا فيه الناس كل. بالنسبه لابنية اللي هي الكليب الاخير هبطوا عشان يوتيوب، انت يعني بقى عليه المثل نتاع باد باز از باز. اي اي بالضبط. بالحق يعني اليوم الباز الخايبه هي في حد ذاتها باز، انه مثلا تفسيخه الكليب والضجه الاعلاميه. تفسيخه الكليب، تفسيخ الكليب، مش تفسخ لك الكليب ورجع الكليب. فما شكون قرصنا لنا الشان وفسخنا الكليب؟ ايش معناه فسخ؟ والتوا مازلنا نتراسلوا مع اليوتيوب وباش نقدم قضيه، مانيش باش نسكت راه. اي معناه مش معناتها كليب تعمل له وترجع راه. هنور واحده واحده. ايوه تفسيخ الكليب مش انت فسخته، معناه انه تقرصن تقرصنت الشان وتفسخت تفسخ الكليب وبعد رجعتوا الكليب. قلق لانه قلق لانه خرج في التوندونس. التفسيخ هذا جات في صالحك؟ لا خاطر خسرت ايامات، لكن ربحت برشا بوليميك. لا ما ربحتش، مش مستحق انا البوليميك، مانيش مستحق، مانيش فنان جديد. انا اليوم انا عندي 8 ألبومات، عندي 20 سنه نغني. وقت تبدا جديد في الديجيتال يظني مستحق. لا مانيش جديد في الديجيتال، عندي حفلاتي وعندي غنياتي القدم. اما لكني ماهمش كليبات، تدخل تلقى مرض الهواء تفرجوا فيها 5 ملايين، 5 ملايين ماشي فيديو كليب مرض الهواء. تلقى عم علي وتلقى حب شبيك وزارتنا البركه، مانيش جديد في الديجيتال راه. اما لكن في الكليبات جديد، في الديجيتال تلقى غنيه عندي 5 ملايين. هيك لا كليب لا هم يحزنوا، ربنا كما خلقت انا قال الاخر. اي نفردوا شويه الناس ونسمعوا حريم سلطان. انت تعب طلعت صح، نزلت عندي ليك. خلينا نقعد اصحاب في الدنيا خير. تعالوا نحكي بسي نور تفضل. صفاش نهوالك الحمد لله. تغششت علينا مره، تغششت على موزايك خاطر هبطنا لك تصويره مره ما عجبتكش. كنت مغشش برشا خاطر تصويرتك صغيره قدام تصويره لامين النهدي. لا لا تصويره هي ما عجبتنيش، تصويره ولا كبر التصويره؟ ليه لا انا ديما انا قدام الفنان الكبير لامين النهدي ديما صغير، قدام الفنانين الكبار اللي نحترمهم ونقدرهم عمري من هز عيني ولا نحكي معاهم ند لند. واكبر دليل علاقتي الكبيره بالفنانين الكبار اللي نحترمهم، انا قاسم كافي ما كنتش نعيط له سي قاسم، نعيط له سيدي سيدي نعيط له، فهمت؟ سيده نعمه نعيط لها لله، ما نعيط لهمش، ما نتجرأش باش نعيط لهم باسمائهم معناتها. قدر ليه انا نقدرهم خويا اخواتي الكبار هذوكم، ومش نتقلق انا بتصويرتي لكن تتشرط اليوم في بعض الحال تصويرتي انا تكون اقل من تصويره لامين النهدي خاطر هو فنان اكبر مني سن وقدر وعمر وفن. باهي اما مازال عندك نوع من الشروط مثلا في ليزافيش نتاعك تبدا عندك سهرات مشتركه مع فنانين اخرين تفرض حاجات؟ مش انا اداره اعمالي، ما عندي حتى دخل.
والله. لكن يهمك زيدة والله 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 ورأس أمي الغالية ما عمري ما نتدخل في تصويرة في أفيش. عندي إدارة أعمالي هي اللي تعمل لي كونترا. مدير أعمالي هو بحذك هما اللي يعملوا الكونترا, هما اللي يحكيوا على الكاشي, ما عنديش بيه دخل الكاشي. هما اللي يحكيوا على التصويرة كبرها شنية بالضبط. أنا نعمل سيونس فوتون مدة تصور نمشي على روحي. ما عندي حتى دخل. وهذا يزمو يفهموا الفنانين توانسة الكل. أنا عندي إدارة أعمال. أنا كنجي اليوم أقول لك راني مش تخدم معايا هكا, نقول لك راه تتحمل مسؤولية في الحكاية ذيك, نبعد عليك, نعطيك الحرية المطلقة باش أنت تخدم ونبعد على روح. أنا تعرف شنو نعمل, أنا إنسان نطلع نغني نفرح الناس أكهو أكهو. مصطفى الدناجي مثلا قال ستوفا, قال قدام الكزاز ما فهمش فنان كبير ولا فنان صغير, كلنا سواسية خاطر نعربنو. توافق الرأي ولا قدام الكزاز؟ شنو الكزاز؟ هي كأنا فهمتي وانا فهمتك والناس كل فهم الكزاز. نعرف الجوع الممتازة زيد زيد معناها عملنا اشهار اي فلا يقصد ذاك شو يقصد انه في السهرات الخاصة وحاجة كي معك. لا اخوي انا عمري ساعة ما طلعت بكزازة لا ب... لا مش لا لا يقصد انه في الحفلات هذيك اللي قدام الناس اللي تستهلك حاجة كي معك كلنا نعربنو. لا 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 شنو نعربنو؟ عربون اي نسمع عربنية شنو سمعتها في كل واحد شنو عنده مفهوم العربون شنو العرب. كلمة العربون الساعة غالطة الساعة كيما كلمة مزاودي. المزاودي واحد يجي يقولوا لغني الفن الشعبي يقول المزاودي, عمره ما كان المزاودي هو اللي يضرب المزود. فنان شعبي مزاودي. أما الآخر فنان شعبي. العربون هو أنك تجي تعمل عقد مع فنان باش تعمل تعطيه عربون تسبقة, هذاك اسمه عربون. أما الفن أنا نحكي على الفن, أنا قاعد نغني ماذا بينا ما التسمية هذية غلطة, وبطبيعة مدام هي غلطة أنا ما نجاوبش عليها. ما تجاوبش عليها, أعطيني تسمية صحيحة نجاوبك عليها. الصورة بالنسبة لك أنت اليوم قداش مهمة في حياتك وفي العمل متاعك؟ مهمة جدا. صورتك مهمة جدا مهمة جدا. تعمل ديسوان وجهك مثلا والشعرك تتلهى بروحك؟ اي نعمل ما لما نعملش ساعات نعمل ساعات شنو نعمل يا اخي سمح لي فنان يزمو يتلهي بروحه بطبيعة الحال معناتها حاجة طبيعية انك انت تعمل سواء ولا تظهر بمظهر ليق تصرف على اللبسة. نصرف برشا فلوس على اللبسة, هذه مشكلتي. عندي مشكلة كبيرة الساعة هذه او هنا بربي قولوا يزيدني شويه في الكاشي بتاع اللبسه. بربي يزيدوا شويه سلطه في الكاشي اي نصرف برشا فلوس على اللبسه ومشكلتي. وانا نحب في مش معناتها راهو انا نعتبر انه الفنان اللي يعتني بالمظهر متاعه هو احتراما للناس اللي تجيبه في عرس ولا في مهرجان, لانه انا الناس اللي كبرت بيا واختارتني باش نكون موجود في فرحهم ولا الناس اللي اختارتني باش نكون في مهرجان او سهره يزمني نلبس احسن ما عندي ومش مزية باش نكون نظر بمظهر لائق, لانه هذاك احترام. والحجام متاعك يوسع بالك؟ يوسع باله معاك حجامي ولا جاري ديجا في المنزهويته؟ لا لا في النصر دودو حجام سي أشرف هو نفسه لا والله اسمعني بش داري جديدة باش نبنيها في جنبه الحجام تبني جنب الحجام عاد بنيت الحجام فوخك ولا حاجة عملته بنجلو ولا حاجة؟ هو اسمه هو جابني بحذاه الحقيقة والله. أنا مش نحكيه مازلنا شوية خرج نحكيه على الإيماج متاعك, مش نحكيه زادة على ما قاعد يتبرتاجها في الفيسبوك متاعك. عملنا طلع عملنا رشاش صغيرة عنا ما نسألوك نور نور شيبة فنان تونسي مازال بحذانا اليوم في الجزء الثاني من كورنيش موزايك كفام, الجزء الثاني من الحوار بالبداية الحالي. إذا كان فاتكم حاجة نجم تاجوا على باج موزايك كفام وقال على شان يوتيوب متانا بعد الليميسيون. نور مرحبا مرة أخرى بالنسبة للناس اللي تحقت بينا توا. مرحبا بكم يعيشك ربي يخليك. مرحبا بك أنت زادة. تختار الناس اللي دايرين بيك؟ طبعا نختار ولا ما نختارش. شنو المعايير متاع أنه تختار الانتوراج متاعك نور؟ ثقة أهم شيء والإخلاص. شنو ما الدرجة أولى الثقة ولا الإخلاص؟ كيف الثقة والإخلاص في نفس المرتبة؟ نفس المرتبة؟ نفس المرتبة. شكون اللي ما كانش ثقة؟ صديق يكون مخلص. ما كانش مخلص برشا فنيا برشا في الدومين وخرج الميدان نفس الشيء. عاونت برشا ما روش بيه عملت برشا حاجات الناس باهية ما معناتها جاوبوني بالعكس معناتها عطيتهم ملقيتش اي بالحق بالحق. كيفاش عاونت من الناس هذوما؟ فاش برشا حاجات غير ما ندخل في التفاصيل. فلوس برشا ومنهم الفلوس. سهريات؟ لا لا مش جاوي سهريات. عروض؟ لا 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 راني قلت لك عاد انا عاونتهم وكاو خليها في المطلق. خليها في المطلق. وقفت مع برشا ناس ما كانوش في مستوى. شكون غدرك؟ واهم حاجه اني انا عطيت قيمه للناس اكثر من قيمتها وغلطتهم في رواحها. هذه اكثر حاجه. قاعد تخلص؟ لا ما خلصش انا عمري ما خلص. انا نتعلم. تتعلم اكيد. تعرف الدنيا تجارب. اي كنت نجم تحكي لي
لو كنت حاب تحكي لي. تعرف انت شنو سرقة؟ تعرضت للسرقة؟ سرقة هكا سرقوا لي الغنية نتاعي من اليوتيوب. سرقوا لي الغنية نتاعك من اليوتيوب؟ سرقت اغنيتي، فما اغنيتي مثلا في الجزائر عاودوهم غير ما شاوروني كما الحب صعيب. هلا خلينا نحكيو في اطار الفني، في اطار الخاص. طبعا فني، مانيش نحكيو على الخاص. نحكيش انا على حياتي. هذيك حياتك. اما نحكي لك انا مثلا الحب صعيب، فما اغاني معناتها من الغنيات بتاعي عاودوهم غير ما شاوروني مثلا. فهمت؟ وما ما كانش ليك اتصال؟ ما اتصلتش انت؟ ما حاولتش؟ خليتهم؟ لا لا خليت انا، خلي ربي موجود، ربي في الوجود، هناك الله العادل. انا بالنسبه لي انا مانيش بك العبد اللي ننتقم او نرد رده فعل. انا عبد نكون باهي، مد يدي، نكون في المستوى، نكون مخلص، نكون وفي على تربيتي، اخلاقي، الحاجات اللي في حياتي. انا العبد اللي ما كانش في المستوى انسحب في هدوء. انت كي تعاود غنيه تشاور؟ طبيعه نعاود. ايه تبدا غنيه ملكة نعاود. مثلا انا عاودت غنيه بالقاسم وقلنا كلمته يا ما يا غاليه، يا ما يغلي من التراث التونسي، أغنية من التراث التونسي موجودة في الوسط. اي غنوها، اما لكن من التراث، كي نحطوا التالي تلقى التراث. مش معناتها انا راني توا نجي نغني غنية يما غالية، شيجي واحد بعد عمره 20 سنة 20 سنة القدام، مش نقول له انا راني غنيها هو 20 سنة القدام، نقول له راهي غنيتي من التراث، تلقى التراث تاع الشعب. باهي، بالنسبة للتمثيل نور، وين حيك في التمثيل؟ ما جاتكش عروض؟ جاتني عروض الحقيقة، ما نكذبش عليك، ولكن الأدوار ما، أنا ممثل بالأساس وأنا ولد المسرح، وهذه فرصة باش نحيي أستاذي محمد إدريس، وتلمذت على حياة كبيرة لي كبيرة كبر المخرج كيما عبد الحميد قياس، وتعلمت المسرح، احتكيت بعديد الممثلين كيما وحيد الدريدي، كيما جمال ساسي، كيما جمال مداني، كيما صلاح مصدق، كيما هذوما الناس خدمت معاهم في المسرح، وتعلمت معناتها مسرح معناتها تمثيل. وعملت دورات تكوينية كبيرة برشا كيما مع الدكتورة حنان قصاب حسن من سوريا، وخدمت مع مخرجين كيما إيطاليين كيما لويجي ديلاوي وفرانشيسكو سانسي، وخدمت. لكن علاش ما قبلتش الأدوار اللي الأدوار ما تغرينيش؟ وين شنو الأدوار اللي دور يغريني دور نحس اللي هو إنه هو دور يرضي غريزتي الفنية باش نرجع، خاطر عندي برشا ما مثلتش. تقريبا من حياة وأمان ومن جارية حمودة ومن المسلسلات هذوكم غبت، وجاتني اقتراحات وقتها، جاتني أدوار عجبتني، ولكن في الفترة اللي أنا باش نصور فيها أنا عندي فيها دي تورني، خيرت حاجة على حاجة، خيرت حاجة على حاجة. أما اليوم أنا نحب نرجع نمثل، عندي حنين للتمثيل. رمضان السنة شنو اللي عجبك؟ تفرج شوي عجبني برشا أعمال. تقريبا شفت من بعد شفتهم في اليوتيوب، حتى ما تنجمش تفرج في كل شيء مع بعض. عجبتني نوبة، عجبتني أولاد مفيدة، عجبني كذلك ريت روحك ولا مريج، قلب الذيب. ريت روحك ولا مريج فيهم؟ انا كنت فرج من نلغي روحي من الواحد، مانيش نعرف في كاستين، كنت فرج نتفرج مجرد يعني بعين الممثل، مانيش نتفرج بالعين المواطن العادي، لاني انا ممثل ممثل محترف، ولد المسرح، عملت تجارب في التلفزة، خدمت في السينما شويه صحيح، نولي نشوف التكنيك تاع الممثل كيفاش يخدم، كيفاش يخدم على الدراماتورجيا نتاعو، نشوف جو اكثر نتاع الاكتور. فهمت؟ نولي نتفرج بطريقه اخرى. اما لكني انا نحب التمثيل، وانا ان شاء الله نكون موجود. انا على كل حال صدري رحب، وابواب مفتوحه لي انا باش نرجع نمثل، ولكن نرجع نمثل في دور به، مش دور هكاك هنا يغريك. انا جينا نزينوا فيك المحفل معناتها يغريك. اي يغريني به. انه خو يشكي بخوه للقضاء، تعملها نور؟ مستحيل. انت عارف سؤالي بعده شنو؟ نشكي واحد يشكي بخوه القضاء؟ اي تحكي علي انا ولا تحكي بصفه عامه؟ في المطلق بالنسبه لك تعملها مثلا؟ ما نحبذهاش. لا انا لا ما نعملهاش، انا مهما حتى لو كان يبدا اخويا ظالمني، ما نتصورش روحي امي وبابا حيين وانا نقف انا اخويا قدام القضاء. مستحيل. قولك في اللي صار مع على الشابين وشكي بخوه؟ شوف انت صديق عليه، انا اكثر فنان قريب للعائلة، عائلة شابي معناتها، اللي أنا عن علاقتي بيهم علاقة طيبة جدا. على ذاك أخويا، ما نحبش نقول صاحبي، أخويا يعني أخويا سيلمونجي تواصل معايا في فترة سابقة باش نتدخل في حاجات، لمت عليه في حاجات، جيت معاه في حاجات أخرى،
ولكن أنا نتصور أن نصيحة باش نقولها كأخ كأخوهم أنه المشاكل هذه تتفض في إطار ضيق من غير ما تخرج للناس كويزين أنترن من غير ما تخرج للناس لأنه تبارك الله معناتها العائلة كبيرة وأسمائهم تبارك الله في الأعلام كبيرة أنا نصيحة من خوهم الصغير معناتها ما نعرفش التفاصيل شنية أنا مهم أكثر اللي أنا توا مركز عليه أنه يكون صاحبي لباس أنا مثلا اللي نخمم أكثر من المشاكل أنه معناتها علي مكشف اتصال معاه علي نجم نقوله في اتصال ومش باتصال ساعات نتصلوا بعضنا ساعات أنا ما نتحصلش عليه لأنه هو يسكر تليفوناته الكل وساعات حتى في الدار مش موجود اتصلت به في الدار مرتين ما لقيتوش موجود اتصلت به في التليفونات مش موجود وأنا المهم أنه كي يكتب دادوين يقول لباس هذيك أهم حاجة المهم يكون لباس تتمنى أنه يكون لباس أكيد أهم حاجة وإن شاء الله ربي يحنن القلوب على بعضها وإن شاء الله ربي يهدي سرهم وأنا ما نحبش المشاكل بعد صح. الاستدعاء من هيئة مكافحة الفساد للتصريح بالمكاسب نور بصفتك الجمعيتية سويت وضعيتك؟ باش نسوي وضعيتي قمت كتبت على الفيسبوك متاعي وأنا عملت جمعية اسمها الجمعية التونسية للفنانين الشبان خلنا نرجع لك بشوية بالتوالي الجمعية هذه عملتها باش نخدم الأغنية التونسية وباش ننفع زملائي الفنانين الشباب اللي في عمري أنا داكو. الحقيقة تعبت برشا في تكوين الجمعية هذه اللي أشرف عليها الأستاذ أحمد بن حسين المحامي فيها مجموعة من الفنانين كما نيس الطيف إيمان لسيق عماد عزيز سفيان صفطة سفيان الزيدي مجموعة كبيرة لميتهم وحبينا نحلموا مع بعضنا باش نطوروا القطاع ونغزروا للمشاكل الكل تفاجأت أنه يخرج سي أنيس الخماسي يقول أنه نور شيبة عمل الجمعية هذه لخدمة وقلت له أنا في الوجه مش في الإذاعة نقول فيه قلت له آخر مرة قابلت قلت له ما كنتي خرجت في الإذاعة وقلت راه نور شيبة عمل الجمعية هذه لخدمة مصالحه الخاص أنا كي سمعت الكلمة هذه انسحبت ريتك رجعت خبيلة قلت لك تصير مشكلة راني ننسحب في هدوء انسحبت في هدوء ولكن وطلبت من الأستاذ بن حسانة أنه يتصل بهم ويتفضلوا ويخدموا معناتها ما كانتش الأمور سهلة باش يتلموا باش يخدموا باش الجمعية تحلت سويت شو وضعي الجمعية قانونيا معناتها الستاتيو متاعها موجود ولكن النشاط متاعها مش موجود طبيعي جدا أنا كرئيس جمعية باش ترسل نهاية مكافحة الفساد باش مكافحة الفساد باش مكافحة الفساد الله يجدد روحي بكري الله غربت وعنك كل شيء هنا خطر تفجع يا بصراحة واسمع رئيسها صاحبي برشا سي شوقي الطبيب صديقي معناتها برشا ونحبه برشا تدفع في الضرائب ندفع في الضرائب برشا عندك جرأة والله صدقوني يظهر لي أنا أكثر فنان نمشي لقبابة عندك جرأة اليوم نور شيبة تقول قداش تدفع في الضرائب ندفع شهريا ندفع في الضرائب قداش ندفع قد اللي نصور قداش قد اللي نصور مش مدلك حسابي كيك أمور أخرى أو بعدك قلت لك مش ليه بالفلوس أو مدير مو برشا ما عاش تمرت ليه بالفلوس أنا فخور وهذا واجبي اللي أنا نقوم بالواجب الجبائي متاعي فلا اللي أنا اليوم كنمشي أنا كنمشي في كياس نحس اللي أنا الكياس هذاك ملكي على خطر أنا ندفع في الضرائب غير برشا ناس يمشيوا في كياس ويستعملوا في برشا حاجات عمومية ويهربوا ما يدفعوش الضرائب راوك تدفع الضرائب تحس روحك مواطن شنو انا نحس في روحي مواطن بصراحه سي المواطن شنو رايك في البوليميك اللي صارت ما بين عبير موسي ولا سيل عبدلي زوز صحابي ساعدوا ما تكون اكثر زوز صحابي لطفي خويا وخدمنا مع بعضنا في حياه واماني وضامر برشا ونحبه برشا مشيت بحذاه القابد ونحبه وعبير موسي صديقتي من قبل مش من تو واخر زياره معناتها كنت بحذاها في وفاه والدها أنا أقول للزوز ربحوا الزوز ربحوا كيفاش ربحوا واحد عمل ترويج ذكي للعمل المسرحي نرجعوا وعبير موسي اكتشفت اللي عندها شعبية كبيرة برشا في صفوف التوانسة برشا توانسة شوفهم أنت ربحوا الزوز أي الزوز ربحوا بصراحة نهنيهم الزوز برافو برافو هي خطر ساكتة ديجا ما تكلمتش أكبر دليل كانت قلت تكلم سي لطفي العبد اللي مهف يعرف شو يعمل يعرف يبيع قول انت يعرف يبيع يعرف يبيع مزرعة صحابي ونحبهم برشا وان شاء الله نشوفهم ان شاء الله نتمنى نشوف تصويره تلمهم الاثنين خاطر هما زوز اتجاهات وزوز
ما اسمع حكايه فارغه معناتها هذه. نفس الراي نتاعك انت بالنسبه لي صار ما بين سفيان سلا واماني السويسي. انا لا لا ما ربحوش الزوز هوني، لا 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 انا هوني انا كلمتهم الزوزه ديما محايد يعني. مش محايد، انا صديق الكل، نكلم الناس الكل دبلوماسي، نكلم عبير موسي، نكلم لطفي العبدلي دبلوماسي، نكلم ما مش دبلوماسي يا اخي، انا سفير ولا قنصل دبلوماسيه راهو ماهيش بالمناصب. انا انسان معاملات، انا انسان ممكن 10 سنين التالي ما كنتش هكا، نضجت اكثر ونضجت اكثر ونفهم الدنيا اكثر والتجارب والحياه علمتني برشا حاجات. اماني سويسي صديقتي وزميلتي، وانا اتصلت بها وكلمتها وطلبت منها باش تهدي النفوس، وطبعا الله اعلم، انا ما ريتش باش نحكم نقول هو عمل ولا هي ما عملتش ولا هذه حاجه معناتها بيناتهم، ولكن انا ما نحبش تصويره كيف نهك على الفنان، او انا سفيان سيلا نخدم معاه كذلك، فهمتني؟ زوز خوات تعاركوا، ولكن ان شاء الله ربي حنا القلوب على بعض. كي نعمل طلع على الفيسبوك نتاعك نلقاك من القلائل اللي ناشطين وديما عندك موقف. اخر ستاتيو عبرت فيه على رفضك على الغاء المهرجانات، ستاتيو طويل وعريض. فما اليوم فنانين مع الغاء بعض المهرجانات؟ شوف انا ستاتيو ذاك كتبته لاني شفت وضعيه مزريه لبعض الفنانين. اها، وضعية اجتماعية مزرية. متفهمين ليش؟ مش نسمو ناس كل، نفهمو ناس كل، مش فنانين كل نلبس عليهم، مش فنانين الكل يخدموا. انت وين نصنفوك؟ أنا في خير والحمد لله. الحمد لله، أي كي الناس وأقل من الناس وخير من الناس. بي؟ ولكن عنا بالحق وضعيات، وشفنا عديد الوضعيات السابقة بدون ذكر أسماء فنانين وين وصلوا في آخر مراحل العمر متاعهم بدون ذكر الأسماء، احتراما لاسمهم والتاريخهم. اليوم الفنان اللي ما يخدم، فما فنانين ما يخدموش مهرجانات، ما يخدموش، فما موسيقيين كذلك، علاش نحكيوا على الفنانين برك، فما موسيقيين ما يخدموش حفلات مهرجان. اليوم الفنانين والموسيقيين اللي فما زاد عندهم ناس تسترزق منهم اكثر، لانه الفنان كي يغني في برشا ناس، فما الاذاعه، فما المصور، فما السونو، فما اللي اللي يطبع في التساكي. اما جاوبني على سؤالي، فما فنانين مع الغاء بعض المهرجانات؟ ما سالتهمش. اما انا تواصلت معي، انه ثم اطراف يساعدهم الغاء المهرجانات. انا 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 خلينا نحكي لك حاجه، انا كتبت ستاتيو هذا شكرا للسيده وزيره الثقافه الصديقه شيراز العتيري اللي تواصلت اتصلت معايا، توصلنا لا توصلنا بعضنا، وقالت لي راهي مش الوزاره اللي تلغي في المهرجانات، راهم الجهات والولات هما اللي قرروا الغاء المهرجانات او معناتها عاملين المهرجانات هذيا. ولكن أنا بالنسبة لي أنا كفنان اليوم وكنور شيبة، سلامة أقل مواطن في تونس أهم ألف مرة بأكبر حفلة لو تجمعوا فيها الفنانين التونس الكل بشي يغنيوا فيها، سلامة وصحة المواطن التونسي قبل كل شيء. وكل عليش. جهة وكل جهة اليوم اليوم فما احنا، لكن أنا من حقي باش نسأل سؤال، نقول أنا علاش مسرح بنزرت فيه حفلات ومسرح رادس ومسرح حلق الويت وما فماش في قرقنة مهرجان وما فماش في المستير مهرجان؟ هنا نقول نقطة استفهام، نقول أسكو فما كورونا وإلا فما مشاكل مادية، وخاصة أنه أحنا كفنانين، ونحكي على روحي أنا أنه ما زلنا ننسالوا برشا فلوس لوزارة الثقافة ومتعهدي حفلات. ما زلت لوزارة الثقافة برشا فلوس، مش وزارة الثقافة كوزارة، مندوبيات، بعض المندوبيات الثقافية تفوت 50 مليون وأكثر، ومتعهد الحفلات اللي نخدم معاه اللي هو سفيان سيالة 70 مليون اللي هو أكثر أكثر من غير من برشا برشا فلوس، فهمتني؟ من 2018 و2019 أنا نقول ما تعملوناش مهرجانات حفاظا على سلامة الناس هذوما، أما بربي خلصونا في القديم. أما ذاك علاش خلصونا في القديم؟ ذاك علاش فنانين يوم شو للاونج مكرهن أخاك لبطل؟ كل واحد حر، هذه اختيارات. تمشيش أنت؟ لا أنا نمشي إذا كان يبدأ إيفينمون، نمشي بفرقتي، عندي مواصفات تقنية وفنية. شنو المعايير؟ شنو المعايير؟ مواصفات تقنية وفنية، عندي فيش تكنيك، عندي موسيقيين، عندي دعاية خاصة، نمشي نغني ما عنديش حتى مشكلة. ديجا نهار السبت في سوسة، معناتها في إيفينمون في منطقة في بلاصة ما غير ذكر الأسماء باش نقولوها، في بلاصة معناتها كبيرة وراقية بمستوى نور شبه. لا لا لا، أنا مش حكاية بطبيعة من دام نغني في بلاصة راهي راقية، كيما نمشي العرس مثلا أنا الحمد لله يجيبوني الناس الباهيين اللي في تونس والناس اللي يحبوا الغناء والجو والشيخات، خاصة أنت أكثر واحد تحب الشيخات سي مالك. نحب الموسيقى على الآخر. على ذكر
بن زرت ليلة تقاو حفلة لفوزي بن جمرة ومرتضى بارتي من العشرة. والله توحشتي فوزي بن جمرة صديق ليلة دونك تقاو عنا برشا ما صليناش الفجر مع بعضنا والله العظيم عندكم مديدة مديدة نكمل خنكمل نحبش نقف غادي. يوم عيد المرأة رينيك بارتجيت زيارة رئيس الجمهورية ليدا لندا عبدو. أي. موقف فني ولا سياسي؟ لا موقف فني ما عنديش موقف سياسي أنا موقف فني وحركة ثم جو مواطن في تونس ما عندوش حدا توجه سياسي؟ لا لا ذاك التوجه السياسي متاعي كي نمشي ننتخب في الخلوة نقول لك التوجه السياسي متاعي ما نقولكش عليه لأنه في الخلوة أما عندي طبعا ذاك هذايا موقف فني أعجبني سيد الرئيس قيس سعيد يعطي الصحة لفتة كبيرة لأني أنا مشيت لدلندا عبدو وطليت على دلندا عبدو وشفت الصحة متاعها و... وكنت نتمنى لو كان زادا يمشي للسيدة على الأقل معناتها الزيارات هذه كنت سيدة مثلا سعاد محاسن مرأة مريضة كذلك وسيدة نعمة بينجمش يدور عليهم الكل طبعًا. ولكن أنا في اعتقادي أنه كي مشى السيدة دلندا عبدو اللي أكبر سنا في الفنانين اليوم اللي مرضى كله هو تكريم زادة للفنانين الكل منهم نجم تمثل برشا فنانين نجم تمثل برشا فنانين خاطر رئيس دولة أنا ما نجمش يدور على الفنانين الكل لا المرضى والناس اللي ما يقدروش في كل الحالات ولكن نور. حركة نبيلة في كل حالات نور احنا نتمنى الشفاء زادة لكل الفنانين والفنانات اللي اعطاوا اليوم الفن في تونس على مدى يعني على مدار عقود وسنوات وسنين بالحق اليوم كي نحكيوا على زهير السالم نحكيوا على نعمة نحكيوا اليوم على دلندا عبدو سعد محاسن يعني ما نحبش نسمي باش ما نغلطش ولكن برشا فنانين ما عطاو والله نكلمهم الفنانين هذوما مستحقين حاجة برك دعم المعنوي المعنوي انا كي نكلم السيدة نعمة في التليفون اول حاجة فخر كبير بالنسبة لي انا اللي انا نحكي مع السيدة نعمة لاني انا اللي انا كنت اتفرج فيها في التلفزة وليت نمشي لها ونكلمها ونطل عليها فخر كبير برشا ولا نمشي نطل على السيدة دلندا عبدو ولا غدوة نجم نطل على السيدة سعاد محاسن ولا نكلم السيدة زهيرة سالم اللي ربي يشفيها كذلك نقول لزملائي الفنانين كلموهم ميسيرش ما فيها بربي باس بربي ما فيها باس خلينا نتفكروهم راهم هذوما تاريخ تونس اي وقت تتفكر زملائك الفنانين طبعا نتفكر تكلمت ديما في اتصال مع اصحابي اصحابي انا صاحب اسمع صاحب الناس كل انا وليت شمس الدين باشا ما زلتوا اصحاب الناس انا صاحب مع الناس كل علاش خلاف تتسكر ما عندي حد خلاف مع حد فما ناس تعمل في خلافات والله ساعات نحل التلفزه باش نعاود نسالك سؤال مره اخرى الخلاف تتسكر نهائيا ما عنديش خلاف اين الخلاف يا اخي العزيز في هذا ما عندي خلاف مع حد ساعات سامحني ساعات نحل التلفزه نلقى واحد ولا فنان ولا فنانه تسب فيا ولا تقول خذ بربي شنو عملت لهم يحبوا يعملوا البوز يحبوا يجبدوني باش نعمل لهم اخويا ما يسالش يا اخويا لكم هذا اذا كان باش تحيروا اساميكم باش تجبدوني شمس الدين باشا ما حتى صديقي طبعا شمس خويا علاش ما دخلتش بينه وبين الخلاف صار مع زازا شكون قال لك ما دخلتش سالتك يعني قول كل شيء نقولوه دخلت شكون قال لك دخلت شكون قال لك دخلت ما نقولكش هذه ما خليك هكاك والله ما خليك هكا لا نجم نعرف راه والله اي تعرف ما لو هكا نجم نعرف كلمهم زملائي بطبيعه الحال كي الرازوز متعاركين ولا راهم كذا اخويه بيناتنا نقول له انت غلط انت صحيح لو حاليك رانا اخوات رانا كذا طبيعي جدا فهمتني جيبوا له كاس ماء علاش جيب لي كاس ماء حسيت كاك الله يسيح لا لا على الوقت برشا ميرسي بوكو نور يعيشك سيدي الجديد نتاعك وقتاش نستناو قريبا جدا ان شاء الله قريبا جدا نخدم في كورونا وقتاش بتخدموا والله عندنا يعني برشا اغاني سجلنا عندنا في تيرينغ عملناه حلو برشا زاده مع رابور شكون مع مستر سينا مستر سينا اي ان شاء الله وقتاش يعبد ان شاء الله تريد الامور شويه بصراحه يعني برشا عندنا انتاج وبرشا اغاني ان شاء الله في المستقبل نوعدهم انتاج جديد على كل حال محاضرين في افراح التوانسة في العروسات التوانسة باش نفرحوهم وحاضرين في السهرات و شو بك تعملوا هكا ديما كيكة عاشر صديقي عاشر ديما كيكة ميرسي نور عايشك يعطيك الصحة إن شاء الله بالتوفيق